ما أن تذكر كلمة نتداولها في لهجتنا العراقية حتى أرجعها لك إلى أصلها ومعناها الحقيقي، ويؤكد بأنها دخيلة وليست فعلا من أصول لهجتنا الصرفة. هذا ما عمل عليه الباحث والهاوي في جمع المفردات والبحث في أصولها الأستاذ جواد، والذي استغرق أكثر من 3 عقود حتى يصل إلى جمع ما يزيد على 6000 كلمة حتى الآن. المفردات اللي عندنا متداولة بحياتنا اليومية وهي باللهجة العامية وليس بالفصحى، فهي كلمات عامية دخلت لنا من دول الجوار أكثريتها نتيجة الاحتلالات أو نتيجة التجارة أو نتيجة الأمور أخرى. فهاي المفردات اللي موجودة عندنا قدرت أجمعها من السبعينات لحد يومك هذا، يعني قلت هسه احنا بالعشرين جمعت كلمات اللغة العربية على اللهجة العراقية، احنا لغتنا عربية، ف أكثر من 6000 مفردة. وفي بعض من حواره عدد لنا معاني العديد من الكلمات التي دقق فيها وهي متداولة يوميا في تعاملاتنا الحياتية. فردة هندية، بنكة هي عندهم هندية، واير إنجليزية، ستاند سيباية ثلاث رجلين عندها، كاميرا لاتينية يعني الغرفة الظلماء. أمنية تبقى ترافق الباحث عن اهتمام يحظى به من قبل الجهات الحكومية المعنية وجمع ما توصل إليه من خلال جهد السنوات، أن يتوج بكتاب مطبوع يحمل اسمه قبل أن يتعرض إلى قدر حزين ويتلاشى الحلم والجهد الكبير. هذا الكنز تتمنى أنه يطبع تخلى بالمتحف العراقي؟ أتمنى والله. يسمى باسمك؟ إن شاء الله أتمنى، يعني كأمنية وأنا أشرف على الكلمات اللي دخيلة اللي شو اسمه طبعا؟ ماديا لا ما اقدر طبعاً. صعب؟ لا والله مو مساله، قد لازم اكو جهه هي اللي تتبنى الشغله. بين معاجم مختصه في اصول الكلمات وبحث وتحري لا زال مستمرا لكلمات دخيله على لهجتنا العراقيه تضاف الى نتاج الباحث الذي يامل ان يكون مؤلفا مطبوعا ترعاه وتهتم به الحكومه العراقيه لتستفيد منه وتستثمره اجيالنا الحاضره والقادمه. من داخل ورشه ومنزل باحث جواد في الديوانيه محمد حسن، قناه التغيير.